السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي. مرحبا بكم يا اخوتي، يلا طلع اخوتي طلع. المهم خوتي، الموضوع غادي نهضروا اليوم عليهم. اليوم غادي نهضروا على الرئيس ديال النظام الفاشل، الرئيس ديال النظام الفاشل الجزائري. مع احتراماتنا لخوتنا الجزائريين، خاوة خاوة ما كايناش العداوة. نبداو بعدا بداك البرنامج اللي قال لك 30 عام ما كلاش البنان. 30 عام مسكين ما كلاش البنان. حنا عندنا البنان غير مشتت، اكولي البنان يا حنان. ديك الشوا هذه رسالة موجهة لتبون الرئيس ديال النظام الفاشل. هذه رسالة، واش نتوما حاكمكم ألويز وكتهضروا على المغاربة اللي هما أحرار وعندهم بصمة وعندهم كلمة اللي هي مفروضة جميع الدول، وانتوما حاكمكم ألويز وكتهضروا علينا حنايا؟ ها ادوية النظام الجزائري، هضروا النظام الجزائري، النظام الفاشل. انتوما اللي مخليين ديك القناة ديال السروق، قناة السروق اللي جالسة كتهضر على سيدنا صاحب الجلالة نصره الله. انتوما حاكمكم ألويز، ألويز هي اللي حاكمكم باش نكونوا من الاخر. واش واحد حاكمه ألويز؟ بلا ما نكملو، ألويز فين كتدار؟ ورا الخبر فراسكم. وليني باش تجي نتايا الجخد الاخر حماقة الشجر وتبغي تخرج لنا الكرون، المغاربة صعاب عليك ابا، المغاربة صعابين عليك. مع احتراماتنا لخوتنا الجزائريين، حنا ما كنهضروش على خوتنا الجزائريين، لان هادوك بيديهم ساكن مغلوبين على الامر ديالهم. علاش نتوما جالسين كتخسروا الفلوس اموال طائله على بوليس بال، وعندكم البترون وعندكم وعندكم وعندكم؟ ها يلا جاوبوني، علاش علاش نتوما كتخسروا اموال طائله باش تشدوا الشعب وديروه في القرعه؟ وحاشا ولله واش هذاك الشعب يستحق هادشي اللي كديروا ليه؟ بطاطا غالية، البنان غالي، كل شيء غالي. كاين الناس على برا عايشين في فرنسا كيديو معاهم معلبات، يديو البنان يديو. واش ماشي حشومة؟ ماشي عيب وعار؟ ها نتوما الذنوب ديال داك الشعب الجزائري عليكم نتوما الضباط اللي كابرانيس، وليدات ماما فرنسا، وليدات ماما فرنسا. هذه رسالة موجهة لك انت يا تبون، فهمتيني؟ هذه رسالة موجهة لك انت يا الرئيس الجزائر، فهمتي؟ انت اللي نوضتي هذه الفتنة، وانت اللي ما بغيتيش السلم والسلام، وانت هو اللي كتقلب على البلبالة، وانت هو اللي كدير المشاكل بين خوتنا الجزائريين. لو كان عندك العقل كاع ما تهضر بديك الهضرة، لو كان عندك العقل من ديك القناة ديال السروق، السروق ديك القناة السروق ناس كتهضر على
الملك صاحب الجلالة نصر الله، وكدير ديك بومية وكتعيبنا في الملك ديالنا، الملك ديالنا بوغوس وباقي جون وأطيب خلق الله وذكي وقاري وكيحترموه جميع الدول، ماشي بحال الطبون ديالكم نتوما، فهمتوني؟ اللي حاكمه الويز، راه السيادة راه حشمت نحطو لكم هكاك في المينياتور، وانا راه درت لكم غير اشارة باش تفهموا ايتها الضباط الفاشلين، نتوما ضباط فاشلين. وهذه رسالة موجهة لك انت طبونا، انت انا كنركز عليك انت، لان انت هو الرئيس اللي كتقول، انت راه رئيس جمعية الحمقى من الزنقة، انت كان انا بالنسبه لي رئيس جمعيه الحمقى من الزنقه، فين ما كان شي مسطي فين ما كان شي مفروح كتدخلو عندك. عمرني انا شفت الجنراليس غادي نبلع عكاز، يلاه كيدندن، شما هذا جنرال هذا؟ ها شوفوا الجنراليس المغاربه، اجي تشوفوا الجيش ديال المغرب كيفاش داير صامد. ها انا ما كنهضروش على الجيش مساكن هادوك اللي غامكالين فم المدفع، كنهضروا على الجنراليس اللي كيتعاملوا بواحد الطريقه اللي هي خايبه، اللي ما كيتعاملوش، فهمتوني؟ اما المغاربه صعابين عليكم بزاف، وراكم شفتوا الرد اللي كان قوي. وتحيه لخوتنا اصحاب القنوات ديال الجزائريين اللي قالوا كلمه حق في الملك ديالنا محمد السادس نصره الله، وفي الشعب المغربي. حنا كنايدو ديك القنوات اللي هما كيقولوا كلمه حق، ما كنايدوش قنوات الصرف الصحي، ولان هادشي كامل هذا طبون هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هادشي هذا، ولان منين نتايا طبون حنا درنا لك الويز على وجهك، الويز حطينا لك على وجهك، لان داكشي اللي كتستحق الاسم على مسمى، راك عارفي كدار هاديك، حنا درنا لك على وجهك حيت راك نتايا راك كتشبه داكشي، بلا ما نكملو لك، وراه كنهضر معاك من الاخر، ما كنتصنعو ما والو، داكشي اللي كاين كنحطوه. ايوا المهم باش نكونوا واضحين، الله يجازيكم بخير، هادشي هذا راه ما كيشرفناش حنايا كدولة إسلامية. والله العظيم قسما بالله العلي العظيم، واش عمركم سمعتوا شي سمية بحال هذه؟ وراه هاد السيد راه كيخرج العقل. وهذا راه حمق، والله إلا حمق، أول مرة في حياتي في العالم كنسمع صبون رئيس صبون، أول مرة في حياتي صبون حطينا له ألويزة على وجهه باش عرف راسو اسم على مسمى. إيوا نتا راضي بداك الاسم اللي حطيتيه، واش نديرو لك حنايا؟ حنا راه عندنا عيب وعار، حشومة كاع ديك الاسم نقولوه في الزنقة ولا نقولوه أمام الرأي العام ولا هذا، ولأني مادام نتا عطيتينا فرصة فين نهضرو عليك نهضرو عليك. وما دار كنقول انا من هذا كيرعف مره الشهر مره الشهر كيرعف، انا عاد عرفت علاش كيترعف، ما كنش عارف سميت كان. ايوا معضل العلاقات الاجتماعيه قالت لهم حتى الرجال كتجيهم حق الشهر. ايوا راه هي هذه. اش من يحيى طبون؟ اش من اش نتوما تحمقونا؟ ما عندو ما يحيى، راه ميت هو ديجا، وايل فين ما كان شي مول كراسة كيجيبوه لنا. اهلا احلام، اهلا اهلا، تحياتي لختي احلام، مرحبا بك مراسلة الواجهة، تحياتي لك الصحفية احلام المراسلة الواجهة، مديرة الواجهة، تحياتي لك اختي، مرحبا بك. ولاني سمعتي غنكمل معاك اودي سي طبون باش تفهم مزيان الهضرة ديالي فين كادا. الله يحفظك اختي احلام، الله يكبر بيك.
انا ما كنتش عارف مالي قالت العلاقات الاجتماعيه الرجال كتجيهم حق الشهر، انا عاد عرفت دابا كل شيء. وات الراجل كتجي حق الشهر من فمه، ما عمركم شفتو هادي؟ الراجل كتجي حق الشهر من فمه، وراه داكشي علاش حطينا ديك الويزا، راه ابطنا له على وجهه باش يعرف هو عاوتاني ما عليه وما عليه. راه داكشي علاش درنا له ديك الالويزا، ابطنا له على وجهه باش يعرف راسو. واخوتي، والويزا حاكمة جينيراليس، الويز حاكمة جينيراليس، ودابا هادي تتاح لكم نتوما في العقل ديالكم. يلا واش نقول لك اودي طبون، الله يعطيك الجربة وقلة الزفران. انا بغيت لك 700 كلب في درب مقطوع والحجر والو. اش من هضره غادي نخسر؟ هو خسر قال الهضره، هو راه تفات الهضره، هو من اللي يا احلام. تانا انا كون كان حدايا كنت درتها له هكا على فمه، كون كان حدايا كون حطيتها له على فمه هكا، نقول هكا سي تبون هكا دير هاد الكمامة على فمك، راه الدم كيسير له من مناخره. ويا خويا خالد، ودابا دخلنا عليكم، قال لي ما لقى ما يدير، واحد جايبين لنا فراسة متحركة، واش هذا اللي غادي يسير البلاد؟ محطين على فراسة متحركة. يلا اللي جاوبونا اخوتي، يلا ام الهضرو كيرعف، تصور ماشي كيرعف. وهو فات الرعيف من اللي هي. ويمتي ويمتي ويلي، كتجي الدم بفيضان هو قاع. تاش من كلام غادي نصلح با حسن، وراه سميتو تبون، واش راه الجرائد الالكترونيه كيقولوا له تبون، واش عنده شي سميه اخرى؟ ايوا لا كاين شي سميه اخرى من غير هادي، راه هادي راه منابر اعلاميه كاع ديال الخليج، ودوزوه في كانار ومخلوفين دوزوه. اودي اخوتي اش غادي نقول لكم، انا بركة عليا عندكم شي نقول شي كلمه ماشي هي هذيك، خليونا مع الزق دلق الحماق ديال الشجر. هذا راه بنادم هبل، وراه بنادم داك يدير لنا، وراه والله الا هاد السيد راه بدا كيدوخ. عاود ندخلو عاوتاني في سرت كفرتك عاوتاني، والله هاد السيد بدا كيدير الطياره عاود. جو تيم جو تيم جو تيم بوكو خير الله، هادشي اللي كاين اخوتي والله. واتسرى ولا كيحمق اخوتي، او حبك روبيني شرشر، حبك سنطر وطرطر، ايوا ثلاثة خضر ما كنت ثلاثة يابس كنت حرتت. واحد ما واكلش البنان 30 عام، واش ندير لك انا؟ عزيتي علينا، يلا قولنا عطينا غير العنوان نصيفطو لك، ماشي قايز لك نصيفط والله حتى نصيفط لك 6 ديال الصنادق ديال البنان. ار صيفطنا العنوان والله سنعطيك 6 ديال صندوق البنانه، والبنان 140 ريال الكيلو، واكل وشرب سيبان والديك. والله سرا كيحمق هادشي هذا، تجي عاد نتايا دابا بلا ما نكمل لك. ما عمرني مش اولويز باغي تحكم دوله، اولويز باغي تحكم دوله، وهي بعدا كتمشي للحانوت كيعطيوها لك مستوره، كتمشي للحانوت كيعطيك الويز مغطيه بجورنان. ايوا ما كتبانش امام الملأ، ايوا وتا
كتبين وجهك كتقول لهم انا طبون، ما حشمتي ما استحييتي. هذه انا اول مره في حياتي منين خلاقيت ما عمرني شمت في شي واحد، ما عمرني عرفت بإلا أرويز حكم العالم، عفوا حكم الجزائر. يلا والله نعذر عنده في مو خانز، والله إلا في مو خانز زعما راه زعما نيشان، نهضرو نعذر الفم ديالو خانز هذا. واش انا نعطيوك الكلامونيت؟ صدقنا محيناك، راني عطيتك الكلامونيت ووصفات ونشاطات نادية، جيت نعطيك الكلامونيت وضربتك. انا راني عطيتك الكلامونيت وليت لعب، والله الا جيت نعطيك الكلامونيت محيتك. سمحي لي اختي وصفات ونشاطات نادية، هاد التليفون هذا الاديس ماشي بحال ديالي. اياه اسمحي لي راني عطيتك الكلامونيت، شوف واش كتبي شي حاجة. ايوا هادشي اللي درت راه هو اللي خصو يدار، لا غالب الا الله. جا مومو تحياتي ليك. ايوا شي واحد جالس يخسروا لنا الهضره في الملك ديالنا وجالسين يطيحوا بينا، وشنو بغيتي ندير لهم؟ يلا شوفوا اخوتي اللي عنده العين، عطيك انجوا الكلامونيت. ها انجوا طيرتها. يلا ما عرفش مال هذا التليفون، كتجي تعطي الكلامونيت كيطير بنادم، والله ما عرفت. فهمت والو انا، والله ما فهمت شي حاجه. معلاش ورا كنجيو نعطيو الكلامونيت بنادم كيطير. وليد ولي كتبها نجوا شي حاجه، راني عطيت كلامونيت دابا. ويا اختي احلام الله يحفظك، با حسن كينيدي عالم سوسو تحياتي لك اختي، الله يكبر بك، مرحبا والف مرحبا. العثماني الياس تحياتي لك، لا غالب الا الله تحياتي لك. ورا جوج الناس دابا طيرتهم، شوفوا واش غادي يرجعوا. ادخلوا اخوتي راني عطيتكم الكلامونيت، ما عرفتش كنجي نعطي الكلامونيت بنادم كيطير. ورا مشكل دابا كنجي نعطي الكلامونيت بحال داكشي اللي وقع لبا حسن، كنجي نعطي الكلامونيت في هذا كيطيروا الناس، ما عرفتش علاش، والله ما عرفت. طلعي جوا، طلعي بشي كتابة، طلعي راه بجوج بنتي وصفات نادية، بجوج وصفات ونشاطات بجوج بيكم تبلوكيتو دابا. يلا طلعان جوا نشوف وصفات ونشاطات نادية، طلعي نشوف اختي. والله العظيم هادشي راه كيحمق اختي. عالم سوسو كي بقيتي انتي مزيانة هانية، الله يكبر بيك، الله يسترك.
راه اللي جيت نعطيها الكلا مونيط هي والجواب تبلوكاو. والله العظيم بلوكيتهم، ما عندي ما ندير لكم اخوتي، اللي عطى الله هو هذا وبارك عليكم. صافي يلا اخوتي، الله يبيتكم فرحة الله. راني عطيتهم الكلامونيت كاع باش نرجعهم. ها هما عطيتهم الكلامونيت، ها هما خصهم ما يكتبوا شي حاجة. دا ها ها والو، خصني نقلها تنطيح اللايف عاد نطلق لهم. ما عرفتش انا والله، ما عرفتش. لا ما درتها لهمش بالعالي، جيت نعطيهم الكلامونيط بالعكس، جيت نعطيهم الكلامونيط وطاروا ما مفهمتش. انا نطيح اللايف كاع ونردهم من تما من الداخل. يلا اخوتي الله يبيتكم فرحة الله، وسمحوا لنا على الاجعاز. وصفت ونشاطاتنا دي اختي، راني جيت نعطيك الكلامونيط وطرتي نسي ونجوى، جيت نعطيكم الكلامونيط. ايوا انتم كتشوفوا. لا غالبا الا الله، تحياتي لخويا وتحياتي للحضور الكريم جميعا بدون استثناء. شكرا على الورود، الله يجازيكم بخير. العثماني الياس تحياتي ليك، شكرا ليك بزاف. المهم اخوتي يلا دمتم في رعاية الله، مع السلامة، تبارك الله عليكم اخوتي.